ضيفي اليوم في حوار فسفاس هو الحارس الدولي للنادي الافريقي عاطف الدخيلي. شنو بقى في ذهنك من يوم الكابوس الاسود بعد مباراه بنين؟ هي الضربه قاعده تتهيح، انا دوب مسارت الضربه ما نذكرش، انا اول حاجه ما ذكرتش شكون ضربني. اول ما جات او دوب مسارت الضربه اول حاجه جات بين عيني، جاتني بنتي بين عيني، خاطر كي تضربت جاني وسام يجري، خذرت لوسام، قلت له وسام شنو شمه في وجهي، معناها شوف الجريماس تاع وجهه تاع واحد معناها روجهك من الله اعلم شنو صار. هذاك شنو ما تصورت ضربه خطيره صحيحه، ما صورتهاش كيف هكاك. الحمد لله اليوم ربي عطانا حياه جديده، اليوم عاطف ولد من جديد. انا ما دختش، انا في المعناها كي هدتني الحمايه للكلينيك نحس في روحي متقلق شوي، نحب ندوخ مي باش نتقوى على روحي، ساعات خاطر خشمي ما عرفتوش حتى فانا بقع بالضبط، باش ما ندوخش ننزل على خشمي نحمل وجيع، وباش ما ندوخش خاطر ما عادش عندي نفس في خشمي، ما عادش نجم نتنفس بيه، بقيت نتنفس كان بفمي، والمشكله اللي انا نتنفس بفمي والدم داخلي لداخل. وصلت غاديك معناها دوب ما وصلت للكلينيك اول واحد شفته نسيبي نهارتها، نلقى نسيبي استنى فيا ونلقى سي وديع جاري، دوب ما هبطت نسيبي شدني من يدي، بقيت نحكي معه قلت له كلمتين، قلت له حليم وكنزه ودخلت، ما عادش نتذكر حتى شيء من بعدها، خاطر من بعد بالحق ما صورتش روحي باش نخرج باش نشوف عائلتي من جديد ولا. وقفت برشا عباد معايا، برشا عباد، فما عباد واحد ما كنتش نتصورها انا باش يقفوا معايا، كيف ما قلت لك سي وديع الجاري، سي حمادي بوصبيح، الى يومنا هذا معناها بالتليفون يسال وينك صبا، ما نتصور، قال لي حتى كان عمليه نتاعك ما تعرف روحك اللي انت خايف، ما نحكي مع عائلتي اللي خايف للعمليه نتاعك ما تنجحش في تونس، نهزك لامريكا تعملها، ما عنديش حتى مشكل. احنا اليوم تبارك الله عندنا كفاءات طبيه مصلي على النبي، معناها بتجينا تونس تعمل في عمليات عندنا نحن. الحاجه اللي فرحتني برشا معناها بار قلت لك فما عباد نعرفهم وما نعرفهمش، عباد جاتني من بلايص الكل، من جمعيات الكل، عباد وقفت معايا حتى بالكلمه الباهيه يرحم والديهم. فما عباد معناها كي يطلبوني اليوم في حياتي نعطيها لهم، اللي هم الطب اللي منعوني، والعمار بيد ربي معناها واحد هذيك، حتى واحد لا يموت ناقص عمر ولا زايد عمر. امي بالحق نهارتها كي وصلت معناها صار تليفون مع الدكتور ترابيزي بقاو يكلموا فيه، نهارتها الدكتور شايبي مروح، تعرف نهار السبت عشيه صعيب برشا باش تلقى طب غاديك، الدكتور شايبي هابط في الاسانسير مروح، كيفاش خاطر بالحق كان موش هو غاديك نهارتها ما نعيش. اول انسان سالت عليه بعد العمليه بنتي كنزة، بنتي قبل العملية وبعد العملية بالحق، على خاطر كنت نجم نشوفهاش مرة أخرى. الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي الهيئة الحالية، فما ناس يقولوا قامت بالواجب مع عاطف الدخيلي، فما ناس يقولوا جاوا باش يتصوروا مع عاطف الدخيلي لا أكثر وأقل. شوف الهيئة التسييرية الموجودة توا قامت باللي عندها، انا ما نجيش نظلم عباد، نجي اليوم نقول عباد ما عندها برشا فلوس وجات اليوم باللي عندها معناها باللي عاونوني باللي موجود، ما نقولش انا معناها اللي العباد اليوم الهيئه التسييريه ما وفرت لي اللي انا مستحقه لا، مي وصلت وفرت لي حاجه بسيطه وكاو، مي اللي عاوني، قلت لك اللي عاوني واللي وقف معي بالحق سي حمادي بوصبيح، سي وديع الجاري، زوز هذوما زوز من الناس ما تنجمش تنسى فضلهم اللي وقفوا الوقفه، مع انهم ما حبونيش نبدا اسميهم، مي انا جات فرصه باش نشكرهم وبارك الله فيهم. حاجة تفرح معناها كي تشوف معناها حتى مش كان جولة اسبيرون، جولة صفاقس اللي احنا باش نلعبوا لهم نهارتها، فمازال فما كوب قبلهم بليلة جاوني جولة السياسات كلها جاوني للكلينيك،
جوالات ليسبيرونس حاجه تفرحني برشا. اللي الكره ماهيش 90 دقيقه في التيران. الكره فما حاجات بعد التيران، فما حاجات انسانيه. تشوف جوالات ساعات بالحق، جوالات تشوفهم في التيران 90 دقيقه يعطي ما عنده باش يفرح جمهوره. من بعد 90 دقيقه نحن اخوات واصحاب. وديجا شفت في الضربه نتاعي انا عباد تلمت، عباد نساو جمعيات، نساو العركه نتاعهم، نساو شكون باش يتيح، شكون في الشامبيوناج. كي خرجت انا سالت مرتي، قلت لها شبه ما جاونيش، قالت لي لا جاوك. عباد ما نذكرهمش يعني. انا كيما قلت لك فما بشر جاني للكلينيك نهارتي باش نخرج، اللي هو سي علي رتيم. انا وقتها كنت نشوفه نهارتها كيف جا، هو مستحق شكون يمشي له، مش مستحق باش يمشي يطلع على الناس. يمكن اكثر عبد البشر فرحت به كي جاني هو بالحق. بشر مريض تعب، ظروفه صعيبه برشا، تجي تلقاه قدامك في الكلينيك ومعناها وزيد يقول لك رد بالك، تيران هذاك راهو نتاعك، ترجع ترين على روحك وما عندك حتى مشكل. وكل يوم بالتليفون معي، ان شاء الله ربي يشده في صحته. اللي صار كونتاكت معناها مع العقربي، جات ركبته في معناها انا ما فهمتوش، هو لا هو شافني انا شفته نهارتها، هذاك قضاء وقدر ربي مكتبه. صار دو فراكتور في وجهي. بالنسبه لي انا المرحله الاخيره اللي تعديت بها وتعديت على روح، عملت ديزوبيراسيون كملتهم، مازلت عمليه صغيره متاع سنين باش نكمل راكبهم. عاد في تخيلي انا تعدى بظروف انا اصعب من هكا، يمكن اقوى ضربه كليتها في كاريري هذه تو. مي كنت تعرف وعم صالح يعرف ديجا الحكايه هذه، اللي عاد فرو عمره ما يطيح يديه وديما الفوق. تظلمت برشا في النادي الافريقي عاطف. هي تقول تظلمت وما تظلمتش عليه، معناها انا تو كل عندي من 2008 في النادي الافريقي. عاطف معروف بتربيته، معروف بخدمته، يخدم على روحه. انا لنهار تكلمت في مسؤول، نتكلم في صاحبي، نتكلم في حتى واحد. نخدم على روحي، نهز ساكي ونروح. هذيك الحاجه تعلمتها. انا في الكلوب تبارك الله فهم برشا حراس جاوا للكلوب وبرشا، مي انا نخدم على روحي. كل جارديان يجيبوه لي انا نخدم على روحي باش نفك بلاص. معناها انا ساعات نكمل السيزون وانا بريمي جارديان، يجيبوا لي السيزون من بعدها جارديان، عاطف يقعد على البنك ولا عاطف جرادان ولا عاطف ما عادش حاجتنا بيه. يهبط سبوار يترين. وصلت ترينت مع الكادي انا بالحق، وصلت في عام من في الكلوب هذا وصلت ريت مع الكادي. شكون وقتها اللي كارديها في الكيبسينور معاك؟ فاروق بن وسط وقتها، عام الشامبيون. وعليه تريت كادي؟ ربي يهدي وكا، ما نحبش نحكي على هذيك جمعيتي، ما نحبش نوصل نحكي على الناس اللي ظلمتني سيرتو البيريود هذيك. انا سبق مره عاطف اتصلت بيا، حكينا مع بعضنا في موضوع شخص حب يبتز عاطف الدخيلي من اجل التواجد في التشكيله الاساسيه. انا بشر هذا اول حاجه ما نحبش نجبد اسمه وما نحبش نحكي عليه. وديجا حكيت انا وياك، ديجا بالحق حكيت انا وياك عندها 3 سنين. عاطف الدخيلي ما يوصل يبتزه حتى واحد مهما كان اسمه، مهما كان. انا اللي حاجه لعبني في النادي الافريقي ذراعي ويدي، غير هذا ما يلعبني حتى واحد. ما نسحق حتى واحد باش يضرب عليا ولا باش يتكلم عليا باش نلعب. نسحق نلعب، نلعب ما نسحقش نلعب، نلعب نسحق نطلع جرادان نطلع. انا عامت اللي انا معناها انا عام كامل في الكلوب، انت انا قلت بين الجونيور بين الكادي بين السبوار، وما التجأت لحتى واحد. وما نلتجأ لحتى واحد. ومن العام اللي بعده انا رجعت وكورت ولعبت. انا وصلت فانت كونترا في جمعيتي. وما حبيتش انا وجاتني دي زوفر، مي بقيت نستنى في جامعتي تقعد ديما بالحق. لو بالنسبه لي النادي الافريقي ماهيش حكايه نادي او ولا حاجه، لا بالحق. راك توصل 10 سنين ولا 11 سنه في جمعيه تحس داركم، ما عادش تحس اللي انت تمشي
سرتو البارك، البارك غالي عليا برشا هذاك بالحق. ما تحسش روحك ماشي ماشي تترينا ولا ماشي ماشي داركم وخارج من داركم ديما في وسط داركم. نرجعوا للبشر هذا للي قبل الاخر ماتش معناها قبل ما تضرب نهار كامل هو عاطف عاطف عاطف. ديجا انا حكيت مع عباد معانا معناها مسؤولين قلت لهم بشر هذا قولوا يقطعني يبعدني شنو بيني وبينه. تقبل ماتش ماتش اميكال نلعبوه في جربه خسرنا واحد بلاش نهار كامل وعاد حارس الازمات ولا شنو يكتب ولا على ماتش اميكال ما نعاود تعاود ترجعوا نهارتها للبونتويتا اي بونتو يقبلوا عاد في الدخيلي الا هو البشر هذا يكتب على عاد في الدخيلي شنو فما بينك انت وعاد في الدخيلي. وانا نحب نسالك من غير ما نذكر الاسماء الناس كل تعرف انا اليوم هاكا قدامك هاكا في الكاميرا نحب نسال شنو بينك وبين عاطف الدخيلي شكون السيد هذا؟ رب ما نحبش نجبد اسمه انا ما نحبش نجبد اسمه بالحق هو يعرف روحه ان شاء الله يتفرج شويه نسميه انا؟ ما تنجم تسميه احنا كي حكينا وقتها انت قلت لي عبد الكريم العادي صحيح صحيح كيف صارت العمليه حكينا خلي الناس تعرف لاني انا كي سامحني عاطف سامحني انا كي تكلمت عليك في وانت في الكلينيك شيتك وقت انا وياك سي سالم بعد كلمت عليك قلت عيب السيد هذا اللي قاعد يعمل فيه العاطف الدخيلي قالوا لي لا قلت له انا ما نعرفش قاعد نقول ولا بروف مشى حضر روحه ديجا يحب يقدم بيا قضيه ولا قدمها ما نعرفش مش مشكل يشرفني باش ناخذ قدام القضاء التونسي من اجل باش ندافع على راجل على حق. اعطينا التفاصيل شنو اللي صار مع عبد الكريم العادي. ما نحبش نرجع للتفاصيل واحترام في برشا عباد ما نحبش نوصل مي صارت صار ابتزاز صار ابتزاز هو البريود هذيك صارت مشكله اللي انا صحت كونتراتويا وفي نادي الافريقي ووصلوا للرئيس الجمعيه نتاعنا اللي وقت البريود هذيك اللي هو موجود اللي انا سبيت واللي انا قلت فيه كلام واللي انا ما قلتش فيهم ما حكيتش على السيستم الراحي وقت يعطيك الصحه مكيدة وصلوا له اللي انا وكلمني البشر كيف السب الرئيس وكيف السب معناها كان فما حاجه بيني انا ورئيس جمعيتي نفضها انا ورئيس جمعيتي ولا انا ومسؤول جمعيتي ما يتدخل فيها حتى واحد. صار وقت ابتزاز وما تعرف انت الكلام كي يكثر النهار كامل وانت وعاتب بيها وعاتب عليها وعاتب حتى كان هو كان خويا يبدا خويا كان يجي واحد يقول له روح عاتب قال فيك وقال فيك وقال فيك وشكرك. انا ما لومش السيم الرياحي لوم على العباد اللي وصلتوا الكلام وشدتوا عاطف 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 كي وصلوا الكلام بالغلط البريزيدون وقتها انا قال سبيل الي بشجع نادي الافريقي من وقتها بدات الابتزازات كانت عم ترجع يزمك هكا وكانت عم ترجع يزمك هكا. تلعب 10 ماتشات تبدا بهم لبس عليك ما يتكلموش عليك حتى واحد ما يتكلم عليك حتى بشر تغلط غلطة حتى ما تغلطش تقبل بونتو لا كيفاش يقبل بونتو بلاتو تتحل ومش حارس مش تاع النادي الافريقي وحارس ما يستحقش يكون في النادي الافريقي. وحاجة أخرى نحب نصلحها للرأي العام وللناس الكل عاطف الدخيلي راه عمره ما يخاف من حتى ماتش وعاطف الدخيلي راه لعب في النادي الافريقي عمره 17 سنة عاطف الدخيلي لعب كوب دافريك ولعب كوب دو موند قبل ما يجي النادي الافريقي وانا قدام يمكن 80,000 ولا 90,000 من الجمهور عمري ما خفت من الجمهور. حاجه اخرى هذه الحاجه نحب نصلحها اللي انا راني ما نخاف من حتى جمهور واللي انا نحترم الجمهور في تونس الكل والعباد والبشر اللي وصل النهار قال اللي عاطف الدخيلي يخاف من الجمهور النادي الافريقي كل ما يلعب انا كل يلعب بالبرة يبدا مرتاح اكثر. تي بالعكس كي نلعب قدام جمهور نبدا مرتاح اكثر من نبدا نلعب بالبرة ديما تلعب معناها يمكن ماكش مرتاح جمهورك يدز معاك هذا كيفاش انت اليوم تحب تكره جمهوري في يقول له خاف من الجمهور. حاجه هذه ان شاء الله العبد والعبد اللي يخرجها هذه يكون يتفرج فيها في البرنامج هذا باش يتاكد اللي انا راني ما نخافش. الضربه مشيت مع ماتش مدنين ما انا مكملت العمليه نتاعي سي وفات الضربه على روحي عام ناول صارت لي ضربه في كتفي انا كنت في تخلعه وتنجم تسال عمل هادي البياري وقتها موجوده معانا كي مشينا للكلينيك انا كنت في نتاع بشر امبوسيبل يرجع ترين قالوا لي 4 أشهر 5 أشهر باش ترجع ترين انا شهر هبطت التيران ترين ما قاليش تعمل قلت ماشي ترين
ما توقفنيش حتى الضرب اليوم باش توقفني حتى انا حاجه برك توقفني اليوم اللي هي الموت. هذيك تنجم توقفني بالحق هذيك وقت ربي هزمني انت ومشي على روح ماش نجم ما توقفني حتى ضرب وما تخوفني حتى ضرب وبالعكس الضربه هذه زيد تقويني. انا اليوم شنو عندي باركور؟ ما عندي حتى شيء. هذيك كورتي حاجه نحبها بالحق. مش على ضربه كان جيت باش نرجع ضعيف ولا حاجه ما تقوينيش يمكن راني بطلت الكره عندي برشا. انا البرمي ماي عندي كنترول مع الطبيب ان شاء الله جمعتين معناها في ماي نبدا نجري ان شاء الله نبدا ديجا بديت في سال مسكولاسيون مع دو كوتش وانا نحب نقدم لهم تحيه من اللي هي مروه وقمره نخدم معاهم كل يوم في الصاله نتاع التاك دو سليم فيت كل يوم نخدم معاهم ما عنديش قلق بالعكس عباد تعاون فيا برشا. فما راحه للجوارات تم في تصير في الصيف من سكول تعرف انا بالنسبه لي نخديتها راحتي ارتحتها وقت اليوم يبداو مرتاحين انا بنخدم على روحي ما عنديش مشكل ما الضرب بالحق لازم واحد يوصل يخمم كيف هكاك خاطر ما كان كل ضربه باش توقفك ما تنجمش تكون سيرتو ما تنجمش تكون جارديا تنجم تكون حاجه اخرى ما تنجمش نلعب تنس ونعم حاجه اخرى. الاصابه الخطيره هذه اللي منعت منها من موته ان شاء الله بعد عمر طويل نجم نقولوا حرمت عاد في تخيلي من المونديال؟ لا ما حرمتنيش من المونديال خاطر انا بطبيعتي عارف روحي ما كنتش ماشي المونديال. علاه؟ انا مشيت حتى انت الحارس الاول للنادي الافريقي وكنت تمر بفتره فما معناها مردود تصاعدي. شكون؟ باهي شكون نحكي عليها هذه؟ ما وصل نحكي عليها حتى واحد بالعكس انا حتى كنشوف نقرا لا واحد وصل لجبد عاد في تخيلي نجم يكتبوا الحراس تاع ليكيب ناسيونال نجم يمشي ولا نهار واحد وصل اجبد علي انا نجم نمشي كيب ناسيونال اللي انا كيب ناسيونال لعب فيها من الكادير ولو سينيور معناها ما لعبتش سينيور مي في الاولمبيك وصلت نلعب وما عنديش حتى مشكل علاش من بعد ما عادش يوصل يخزر لك حتى واحد انا من نجم نلوم برشا عباد خاطر برشا عباد جارديانات ما برشا جمعيات اخرين دز مع جاردياناتها تضرب البوني على جاردياناتها كيفاش ما يمشيش كيب ناسيونال كيفاش احنا اليوم فما شكون يضرب على عاد تدخيلي باش يمشي كيف ناسيونال انا ما حاجتيش باش واحد يضرب عليا ما يخزر لي امكانياتك وحدها ما تضربش عليك؟ امكانياتي ما خزر لها حتى واحد انت تنجم ترجع تشوف في ماتشوات الروتور ابار اللي معناها ابار ماتشوات الكوب دافريك معناها اللي خسرناها وذيك معناها اللي نسيان حاجه تعدى على روحها انا قبلت بولتو بركه في الروتور ماتش اسبيرونس ما قبلت حتى بونتو في الروتور الماتش اللي لعبته ما قبلت حتى بونتو ماتش اسبيرونس الوحيد اللي قبلت فيه شكون اليوم نتكلم عليه لا بالعكس يخزروا لك لا او خواف او بيه او علي انا براكي ما قلت لك راهو انا ما نخافش بالحق راني ما نخافش مي ساعات عباد دخل فيك الشك علاش عباد تحكي عليك هكا معناها انا نعدي في سيزون باهيه حتى الصاج ما مشيتوش كيف ناسيونال توجعك الحاجه هذه؟ اللي ما يتوجعوش الحكايه هذه ما بالحق توجع برشا يلزمها توجعك يلزمها توجعك شكون ما يحبش يمشي كوب دو موند حتى اي بشر كان يعرضك لبرا في الشارع تقول له تحب تمشي كوب دو موند يقول لك تحب تمشي هذا باش يمشي يتفرج معناها انت عندك قناعه بينك وبين روحك حتى كي تكون في الطوب تقول المنتخب بابه مسكر لا ما نقولش بابه مسكر لا بابه المنتخب ديما محلول ما نقولش مسكر مي انا صناحه تمنيت نمشي المنتخب واحد يتمنى يشرف بلاده ويمشي مع المنتخب. شكون افضل ثلاث حراس راهم عاطف تخيلي نجم يكونوا في المنتخب؟ انا مش نعطي حارس بركه مع كل احتراماتي الحراس الاخرين اخواتي انا نشوف فاروق اليوم اللي نجم يلعب في الكيب ناسيونال الاخرين معناها ما نحبش نحكي عليهم معز بلبولي معز حسن معنا عدنا تبارك الله عدنا جاردينات الكل انا اليوم انا نشوف تبارك الله فاروق مع الماتش معنا اختاروه تبارك الله احسن جارديان في السعوديه السنه
انا نشوف اللي فاروق اللي يستحق يلعب في الكيب ناسيونال اساسي اساسي. كيفاش عشت مباراة نصف نهائي كأس تونس بين النادي الافريقي ونادي البنزرتي؟ كيفاش تحكم على مردود زميلك سيف الشرفي في المباراة هذه؟ ما نتفرجش فيه ماتش مع العائلة هوني في الدار. سيف نهارتها كان واقف، كان معناها كان حاضر محضر ماتشوه، جات ركلات ترجيح من الناس الكل اللي هي بالنسبة لي أنا ركلات حظ. الناس الكل تحكي عليه اللي هو معناها باهي في اللي بنالتي. كيف معناها كيما قلت لك اللي عندي جا ضيعنا أول كورة، وكيما قلت اسمها ركلات حظ. هو نهارتها كان موجود وعاون أصحابه، الحمد لله عدنا فينال يستنى فينا، إن شاء الله نكملوا نهزوا الكوب وإن شاء الله ربي يوفقنا. نتيجة متاع نصف النهائي ما كانش هدية للحارس عاطف الدخيلي من أصحابه؟ صحيح، بعد الماتش كلموني الأولاد، واللي جا حتى سي يوسف العلمي يتكلم في إذاعة من الإذاعات وقال الماتش هذا نهديه لعاطف الدخيلي، نهديه لعمر الله يرحمه. إن شاء الله بالمناسبة هذه نحب نقول لأم وأبوه إن شاء الله ربي يرحم عمر والعائلة نتاعو الكل والجمهور النادي الإفريقي، وإن شاء الله ربي يظهر له حقه ويخلي على الأقل الناس ترتاح وتعرف شكون كان السبب في موت عمر. مسلم الريحي حتى تو في الإصابة هذه ما موقفش معاك، ما جاكش ما سألش عليك؟ لا بالعكس، من كان من أول موجودين، جاني للكلينيك وجاب مسلم الريحي جاب حذايا وقال تستحق حاجة، أنا موجود وما عنديش حتى مشكل. معناها البريود هذيك قلت لك تعديت على روحهم، بعد رجعت العلاقة بيني أنا وسليم الرياحي عادية، ويمكن هو زاد فهم اللي العباد راهي كذبت عليه برشا. زاد جاني سي حمدي وقت الصباح، جاني الكلينيك طلع عليا وبارك الله فيه. العشية زاد المدام نتاعو معناها جات، ما عرفناهاش خاطر تشوف واحد يبكي كيف هكاك تدخل من العائله. من بعد كعرفتنا قالت لنا احنا راني انا راني مدام حمدي المدب بارك الله فيها وان شاء الله ربي يشدها في صحتها. عطف دخيلي ما ينساش جمهور الكليوب اللي عملوا معه بالحق، خاطر ما حاشنيش انا الجمهور باش يقف معايا وقت اللي انا واقف واللي انا نحي في كور بهين ولا نجي فتراح ولا وقت الجمهور بصيف عليه باش يحبك. مي جمهورك وقتاش تعرف اللي هو يحبك وقت اللي تصير المشكلة. من أنا وصلت شكيت بالحق البيريود الأخرانية، وصلت شكيت علاش أنا كل كورة أنا نسب أنا يصير فيا هكا، روح مريض بالحق روح مريض. بعد الإصابة هذه فما عباد تبثك حتى ميساجات تقول لك سامحني حتى على نهار اللي وصلت راني معناها تعرف هذه كورة، ما فماش كون ما يسبش. نحن ديجا هذه العقلية نتاعنا باش تسب واليوم تتحبوا. من نهارتها عباد تبثك في الميساجات سامحني حتى على نهار وصلت اللي أنا قلت فيك كلمة ولا هكا. حمزة كل ما نقوم في الكلينيك نلقى بحذا راسي حاط كرسي وقاعد. اللي انا معناها وصل حتى كي روح انا نحب نكلم ونقول له يا حمزه هذاك رو انا نجم نقعد في الدار ما تعرفش عليا. معناها تنجم تصير لواحد كيما قلت لك انا نؤمن بالقضاء والقدر، ما نصورش انا صاحبي اليوم يحب يضربني بالعاني ولا حكي كيف هكاك. حمزه صارت كونتاكت تضربت هكاهو وفات على روحها، قلت له وفات معناها انا تضربت هكاهو انت خويا معناها تصورها. معناها ماتش مدين بالثانوية في البيت بحكم اللي غازي العيادي عنده ثلاثة ورق صفر ما ينجمش يلعب. بالثانوية حمزة معناها نضحك ونلعبوا في الليل وحاسها هو حاسها كبيرة. معناها اللي كيف صارت الكونتاكت وصل الراجل ما ينجمش يرقد في الليل، ما صار شيء بالنسبة لي أنا. ذاك يقعد اليوم وغدوة أخويا شنو تقول له توا على المباشر حمزة العقربي؟ الحمد لله أنت توا جوزت كل ما تحط حتى شيء في بالك يا أخويا أنت راك عزيز علي برشا. بالنسبة من صابر بلال زهير وسام هذاك تيجاني، أنا نحكي على عباد كل يوم بحذايا، يعني اليوم الحق كل يوم بحذايا في الدار.
بلال لايف، وسام يحيى، زهير الزوادي، صابر، صابر خليفة، معناها كل يوم موجودين. صابر ساعات ما نجمش يجي، حتى نهار اللي ما نجمش يجي يكلمك بالتليفون يقول لك راني ما نجمتش اليوم، راهو فما عنده ما يعمل ولا حاجة، ما كل يوم صابر بالتليفون. وسام يحيى هذاك أخوي، هو بلال، زهير، كل ما حق كل يوم كل يوم. أنا كان ترجع في الليل تهبط تلقاهم كل يوم بحذايا هنا في الدار، ساهرين بحذايا كل يوم. حتى ما ينجمش يجي، معناها يجي يعرف روحه تعب، يجي يقعد كان نص ساعة، ساعة غير ربع ويروح. وسام من الماتش يتعدى ديريكت بحذايا لهنا. نحب نطمن أمي وبابا وأخواتي، نقول بابا راك جبت راجل ما تخافش عليه. إن شاء الله الكوب هذا أول ما يتهز يمشي دار عمر بالحق، قطر نسمع لي الكوب هذا باش يجي العاطف، عاطف اليوم مش مستحق الكوب أكثر من مستحق عمر بالحق. معناها أنا حاجة مأثرة في لليوم بالحق، تقول خويا، تقول واحد من عائلتي توفى، معناها خاطر احنا عائلة واحدة، كل بستير كل عائلة واحدة. في الختام نحب نعطيك مجموعة من الأسماء وممنوع تجاوبني أكثر من كلمة. كي نقول لك سي حمادي بوسبيع شنو تقول لي؟ هذا الناس. سليم الراحي. أخدم النادي الإفريقي. مروان الحمودية. الرجال. يوسف العلم. خوي الكبير. كمال يدير. عزة يامات معه. فريد عباس. راجل مرجان الافريقي. منير البلطي. عز الناس. صالح الثابتي. هو اللي حطني على السك. منتصر لحيشي. ربي يهديه. نبيل معلول. ربي يوفقك. وديع الجيري. ما ننساش مزيتك. جمهور النادي الافريقي. فوق الراس. الاحمر والابيض. في القلب. شكون تهدي باقة ورد؟ يمكن باقة ورد نهداها لمرتي اللي تعبت معايا. وشكون ترفع ورقة حمراء؟ للظلم. عشت كابوس حلمة خايبة برشا، الحمد لله اللي هي اليوم وفات. كنت أنا وبنتي نتفرجوا وحدنا في الدار، تفجعنا برشا، دخلنا في حالة هستيريا أنا وياها، خليتها عند الجيران وخرجت، ما نعرفش على روحي حتى كيفاش خرجت. الحمد لله اليوم عاطف بحذينا، أنا نعرف عندي ثقة فيه اللي هو باش يرجع خير من قبل، واللي هو باش يكمل يخدم على روحه وباش يحسب اونديغي شيء ما صار، وبشرجع اقوى. انا عندي ثقه اللي هو بشرجع اقوى وخير برشا من قبل.